رحيم، عندي لك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع. جاهز؟ ضلي في وجهك في ظهري ما يشوف فيك. جاهز؟ جاهز يا رب. أقرب الناس ليك؟ يما وبابا. أكثر حاجة تخوفك؟ فقدان أشخاص نحبهم بزاف. أكثر حاجة ندمت عليها؟ faire confiance aux gens اللي ما يستاهلوش أنك تدير فيهم ثقة. لو ما كنتش كوميدي وش كنت راح تكون؟ جوار فوتبال لعبارة. الصحافة والتمثيل؟ كل حاجة وحلاوتها. الصحافة والتمثيل؟ الصحافة بنا شغل فيها واحد واحد نرضي واحد البنا كيتو غريزة فيها كتاع حب نقل الانفورماسيون كذا. ما هو التمثيل طرتك فيها الكاريزم تاعك ثاني وعدة أشياء أخرى. أعطني واحدة فيهم، الصحافة والتمثيل. التمثيل. أفضل ممثل جزائري في نظرك؟ قولوا اكتويلمون ولا بكري؟ كيما حبيت. قولوا بكري عثمان عريوات، اكتويلمون صالح اوغروت. صفة تحب تغيرها في ذاتك؟ تسرع في اتخاذ القرار. اخر هدية تلقيتها؟ من 94 ما عطونيش هدية. منافسك رقم واحد في الجزائر؟ احنا انا ما نقولش بلي عندي منافس، نقول بلي انا نسي نلحق المراتب تاع الناس لحقت ليها. بار اكزومبل نقولوا زعما صالح اوغروت الناجح اللي عنده، الناس كيفاش تحبوا تحب تمثيله، ماذا بيا نكون كيما هو ولا احسن. الحاجه اللي تبكيك؟ جو سي با، انا انسان ما عندوش ولا انسان محتاج ولا انسان يتيم، تو سا يعني اي حاجه يعني تقيس القلب تبكيلي. رحيم، شحال تعطي روحك من 10؟ تقدرش تعطي نقطة روحك، بصح أنا نقول باللي الشعب هو اللي يعطي العشرة. شحال تعطي روحك من 10؟ أنا كنت بكلي نلعب 7. عطني رقم، عطني رقم. 7، أنت راح يبالك 7. حاجة ما يعرفوهاش عليك الناس. قبيح مين ذاك؟ شخصية سياسية مفضلة عندك. أردوغان. طباخ ماهر أو فاشل؟ طايح طباخ. بصح خاطيني الطبخ. أكثر أغنية تعبر عليك الآن؟ العشق اللي فات. ياه. مكانك المفضل كي تكون حزين؟ فعلا هذي قولك على مارو فسكو حنا شغل ما شغل مشاك في الأوروب زعما شغل زعما كي تحزن تقعد زعما في بلاصة الله كم قابلك تحزن انك في داركم. باش تفهم أسوأ يوم مر في حياتك؟ كاين بزاف خويا عزيز. أسوأ يوم؟ أسوأ. أسوأ يوم مر في حياتي. نقولوا باللي كي رحت تجوزت كونكور تاع لا راديو ما قبلونيش. بون كان كاين ديزامباجمون على الكارتات على الارميت وهذاك الوقت. شغل هذاك النهار حسيت باللي شغل يأست يأس، شغل سي بون مش راح نزيد نعاود نولي. ياسين روح منك عطيني بظهرك راني حاب شغل راك فاهم روح كمان. أول شيء تقوم به كي تنوض؟ لف التليفون ضربت الله واش كاين فما. شخصية تتمنى تقابلها؟ نتلاقى بستالون نكذب عليك صاحبي. ستالون كذا قال ستالون انت بنين صار معاه شوية. شخص راك متوحشو؟ كاع صحابي تاع بكري باسكو كاين بزاف اللي ما نجمش نتلاقى تسمى نابورت كال صاحبي تاع بكري راني متوحشو. مشاريعك المستقبلية شنو؟ رانا نوجدو ان شاء الله في دار ناشور 3 ان شاء الله بيانتو. وان شاء الله ماذا بيا ما بعد دار ناشور ان شاء الله نوجد في الشباب. والوبجيكتيف سي كو تكون اون بروغريسيون دير دار ناشور موراها يكون احسن كيما رانا اون بروغريسيون شاك اني ان شاء الله ربي يوفقنا. شكرا لك رحيم، شرفنا بحضورك. خلي لك الكلمه الاخيره. الله يسلمك ياسين، سي ان بليزير وفرحت بزاف كي راني معاك. تي اون بيرسون كومبيتونت و ميرسي. ماذا بيا ندوز مع ناس هكايا يعطيكم الصحة وكاع لي فان اللي حبونا. نقول لكم بلي انا جاي جديد ان شاء الله عن قريب ويعطيكم الصحة ونحبكم فور شغل نحب تنخلع.